يواصل معرض الخريف بنسخته 34 هذا العام استقطاب الزائرين من داخل مملكة البحرين وخارجها بتقديم تشكيلة متنوعة من المنتجات من مختلف دول العالم، حيث يشكل معرض الخريف علامة مضيئة في تاريخ صناعة المعارض وتنظيم كبرى الفعاليات التجارية على مستوى مملكة البحرين، ليعود للعام الثاني على التوالي في مركز البحرين العالمي للمعارض. في نسخته 34 يأتي معرض الخريف هذا العام في حلته الجديدة، يشتمل على 680 جناحا من مختلف دول العالم. يعد اليوم من أكبر المنصات التجارية المهمة لعرض البضائع والمنتجات المختلفة تحت سقف واحد، مما يعزز التنافسية وينعش الحركة الاقتصادية في مملكة البحرين. ما شاء الله السنة القاعة كبيرة وشايلة العروض كلها، هذه يعني شوي احنا كمواطنين يريحنا هذا الشيء لما نشوفه في بلدنا من هالمنتوجات الخليجية والعربية والأسيوية، وأشياء بعد نلاحظها كل سنة عن سنة تتغير. سعداء جدا زيارتنا لهذا المعرض اللي يضم حقيقة العديد من الدول ومستلزمات عائلية يعني فريدة من نوعها تتواجد في هذا المعرض سنويا اللي احنا نحرص لزيارته سنويا. طبعا ما شاء الله تبارك الله، الأكيد الأكيد أن أي شيء يصير في مملكة البحرين يكون شيء وايد جميل، والأهم أن معرض الخريف ما يصير تمر سنة وما نمره، سواء كنا من البحرينيين أو كنا من الخليج أو أي دولة من دول الوطن العربي والعالم لازم نمر معرض الخريف. بتسألوني ليش، بقول لكم أن معرض الخريف كل سنة يتطور، يصير أجمل، يصير وايد حلو ومميز، والأهم الأهم أن فيه كثير من المنتجات اللي ما راح تحصلونها بهالعروض إلا في المعرض. أكيد أنصح أن الكل يزور المعرض. هذه الفعالية الاقتصادية الهامة التي تأتي بشكل سنوي في مملكة البحرين تشهد إقبالا كبيرا من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. طبعا معرض الخريف من المعارض المعروفة والرائدة في دول الخليج بشكل عام وليس فقط في البحرين، والإقبال سنة عن سنة متميز جدا متميز، ربنا لك الحمد والشكر، والتنظيم جدا طيب أمانة. كل سنة نشوف في تقدم في التنظيم وفي الترتيب وفي اختيار المواعيد. ما شاء الله المعرض كبير واسع ومحتوي كل شيء، يعني ما شاء الله شيء يعني أسعاره مناسبة وزينة إن شاء الله. والله ما شاء الله المعرض قمة في الجمال من جميع الدول العربية والخليجية، يعني وخاصة الذهب ما شاء الله ما يعلى عليه، وأسعاره حلوة مرة، يعني الله يوفقهم، وأتمنى الكل يجي يزور في معرض بالزلاق المعرض الخريف السنوي. يقدم معرض الخريف على مدار 9 أيام خيارات متنوعة من الترفيه والضيافة، مع توفير تشكيلة كبيرة من المطاعم والمقاهي ومنطقة ألعاب كبيرة للأطفال في مركز البحرين العالمي للمعارض، وبما يدعم تحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية لمملكة البحرين للأعوام 2022-2026، ومنها تنويع المنتج السياحي. تجربة تسوق جديدة يقدمها معرض الخريف في نسخته الحالية، متضمناً العديد من الفعاليات المتنوعة والتي تضفي طابعاً ترفيهياً وتسويقياً متميز لزوار المعرض داخل مملكة البحرين وخارجها. خالد العوني، مركز الأخبار، تلفزيون البحرين.